انت شفت خطيبك؟ لا ما حصليش الشرف. اعرفك عليه. يا سلام قمر يا ناس قمر، اسمرت كده ولطيف شكله زي القمر. عارف لو لقيتهولي يا عم ادريس هديلك 5 جنيه. انا بناخد بالدولار. وماله يا عم ادريس اديلك بالدولار، بس دورني عليه. وراح فين يا فندم؟ اختفى يا منجي. ضاع. الارض انشقت وبلعته. اعمل المستحيل يا عم ادريس ودورني عليه. يا سلام انا هعمل كل المستطيع. شوف يا ست هندباك. هندباك كل حاجه هيتعمل، بس انت دونت ورا. عارف لو لقيتهولي يا عم ادريس مش هسيبه المره دي لما اكتب عليه. انا خايفه قوي ان الست اللي دخلت وقالت عليه جوزها دي جوزها. معقوله؟ لكن لا، لكن لكن ليه؟ لكن لا تهاني. لكن ايه ده تهاني؟ انت بتكلمي نفسك؟ لكن ليه؟ ايه ولا ايه؟ ما تكلميني عادي. لكن تهاني. لكن لا. انت جرالك ايه؟ لكن ليه؟ لكن لا، لكن لا، لكن لا يا اماني. خد عمري يا ناس والدنيا عبد ربه. ايش نقول يا ناس والدنيا عبد ربه. خدي بالك من اللي جايه دي. ايه؟ عبد ربه وعبد ربه هو ده اللي قلبي حبه. يا عيني هايله الفتها له مخصوص. انت بقيتي شاعره اهو. لكن لا. ايه في ايه؟ مش ممكن اسيبها تاخده مني ابدا. قلت لا. هي مين دي بس؟ الحربيه الحدايه اللي اسمها نوال. عمرها كله في كفه وعبد ربه في كفه. ده انا ما صدقت يا اماني ان اتلم. ما تزعليش نفسك كده يا تهاني، المستقبل لسه قدامك. انت قلت ايه؟ المستقبل لسه قدامك. مستقبل وقدامي طبعا. هو عاد فيها ارسام في البلد يا اماني. انا متهيالي انهم هيفرقوهم على البطاقات. يا تهاني ما تتشقميش كده. ما تشقمش. ايه يعني لما تشير منك عريس؟ نعم. ايه يعني لما تشير منك عريس؟ ايه يعني لما يلا بقى ببساطه اللي انت ايه يعني لا يعني بقى. عارفه لو عبد ربه ده طار مني يا خرابي. عارفه عارفه انا ممكن اعمل ايه يا اماني؟ تعملي ايه؟ ده انا ممكن اخطفه. تخطفيه؟ واخطف ابوه كمان. بس دي جريمه. انت مش عارفه ان في قانون جديد طلع بعدم الرجاله اللي بيخطفوا الستات؟ كلام جميل جدا، لكن مفيش قانون جديد طلع بعدم الستات اللي بيخطفوا الرجاله. والله ممكن. انت هتاخدي اعدام اكيد. ليه بقى يا صبابه؟ عشان قلت الادب ومتربتيش. اخ بس لو ما كنتش ابويا. كنت عملت ايه يعني؟ كنت خدت فيك 6 اشهر يا راجل. اخلص يا وشنكه. معلش يا بابا اعصابك. اسكتي انت كمان يا وش الفضايع. شوف انا هتجوز عبد ربه يعني هتجوز عبد ربه. وانا قلت لا. ايه يعني لا؟ بس انت كنت موافق ورجعت في كلام. عليا النعمه انت راجل عيل. اخلص يا انت الحيل. معلش يا بابا اعصابك. بس تعالى كده هدي نفسك. حقك عليا اهلي. تعالى يا بابا. مستحيل اتجوز الغشاش ده. أنا كانت الحق متولع وشه برا استقرابني عبد ربه. عايز اتجوزها عشان يلهب فلوس. ايه مش ممكن يا بابا؟ لا ممكن بقى. واحد متجوز وعنده عيال ويتجوز واحده تانية يبقى مؤكد له غلط. بس يا بابا كل اللي في الاوتيل بيقولوا ان نوال دي مش طبيعيه وبتعمل حاجات انا من كده. يا بنت مش ممكن. يا بنت في واحده هتدي على واحد من جوزها بالكيد. انا فاهم الاشكال دي كويس. لا لا يا بابا بس انا مش من رايك. نعم يا اختي انا مش من رايك. وانت رايك له ايه؟ ما سوبر زي بنت واقفه بتتناقش معايا وتقولي اتعرفت فوق. يا بابا انا اتخانقت معاها. اتعرفت فوق. قلت الحياه رايك ومش رايك. والله عال في اخر زمن.